دلوقتي قناة الزمالك عاملة مداخلات وهمية لمجموعة من أتباع المعزوم الأستاذ أحمد منصور. اللي أحزنني بصراحة في المداخلات دي، أحزنني وزعلني يعني، إن كل اللي بيدخلوا يتصلوا محدش قال كلمة الزمالك، كل لا كلامهم عن المعزوم. ما برضي، انت النهارده مش مركز. ده في حاجه مهنيه فضيحه اتعملت في المداخلات دي. اتفضل. المداخلات الوحيده اللي طالعه من غير ارقام تليفونات. مش انت عايز شفافيه؟ لو راجل طلع اسامي الناس وارقام تليفوناتهم. دي حاجة فنية، لكن أنا لا بتكلم إن أنا قاعد بس. لا لا، مش فنيه، جايب ناس عشوائية. ايش عرفك انه ده عضو النادي؟ ايش عرفك انه ده زملكاوي؟ ما هو للأسف من الواضح كده إن غالبية الناس اللي دخلت لا تعرف حاجة عن الزمالك ولا عن تاريخ الزمالك، ومحدش خالص اتكلم عن الزمالك، كله بيتكلم عن المعزوم مرتضى أحمد منصور. اهو فتفهم على طول ان دي مش مداخلات عشوائيه وان دي مش جماهير، ان دول مجموعه من الناس حافظين كلام هيطلعوا يقولوه مع مذيع القناه. طب اهو حافظين كلمتين يطلعوا يقولوه. الزمالك، الزمالك تيم اهو. بص كاتبينيه: قناة الزمالك ترتكب خطأ جسيما لأنها تستقبل مكالمات من أشخاص المفروض تم اختيارهم بطريقة عشوائية، ولكن الأشخاص هم نفس الأشخاص اللي كانوا بيطلعوا على قناة الحدث اليوم، وبالتالي المكالمات مفبركة ومتفق عليها مسبقا. وانا ده اللي انا لاحظته وانا قاعد بسمع. اسف ما لقيتش حد يتكلم عن الزمالك، كلهم حافظين اربع خمس جمل. الحرب على مرتضى احمد منصور، اللجنه الاولمبيه، مش عارفه ايه كلام. ما حدش خالص يتكلم عن الزمالك ولا حد يتكلم عن كيان الزمالك، كل الكلام عن مرتضى احمد منصور المعزول من رئاسه النادي. كلمتين حافظينهم زي ما الموقع اللي حضرتك قلت اسمه دلوقتي، زي ما ذكر فعلا حقيقه كلامهم حقيقي وسليم، ان دي كلها مداخلات مترتبه. دول لا جماهير الزمالك ولا ليهم علاقه بجماهير الزمالك، ولا حد فيهم يتكلم عن الزمالك. ويمكن بعد ما انا وانت اتكلمنا دلوقتي هيخلوا كل اللي يعمل مداخلات بعد كلامنا يقعدوا يقول الزمالك 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 الزمالك، وانا قاعد بسمعهم محدش خالص اتكلم عن الزمالك. كل الكلام عن المعزوم مرتضى احمد منصور، وكل الكلام هجوم على اللجنه الاولمبيه، ان حد يتكلم عن الزمالك خالص. وده يفهمك ان دي كلها مداخلات فعلا مفبركه ومتفق عليه، دول مش جماهير الزمالك. وطبعا المعزول لما طلع وعمل نفسه عنتر وقال لك هنفتح التليفونات لجماهير الزمالك، مفيش جماهير الزمالك اتكلمت. هي فين جماهير الزمالك؟ ده ناس انت جايبهم، انت عارفهم واحد واحد من اتباعك وانصارك. قناة الزمالك عاملة مداخلات لجمهور وما نزلتش أصلا أي أرقام على الشاشة. طب إزاي الناس دخلت يا جماعة بشكل عشوائي؟ يعني ما نزلوش رقم التليفون؟ يعني أنا بقول إيه دلوقتي يا جماعة، في رقم كذا 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 اتصلوا عليها، ما نزلوش أرقام أصلا، بيتصلوا من الكنترول. حلوة مرة. ما نزلوش رقم على الشاشه ان انت تتصل بيه. أيوة، ما هقول لك دي الفضيحة. طبعا دي فضيحه بجلاجل كمان، فضيحه بجلاجل. ما نزلوش رقم. هو بعت لهم الورقه، بعت لهم الورقه فيها الارقام، اتصلوا بدول وانا مظبطهم ومتكلم معاهم. انا بقول لك اللي حصل. وقال لهم اللي ما يتكلمش كويس واللي ما يدخلش بلغوني عشان اظبطه بعد كده. اللي بعده عندنا بقى تصريحات عنيفة وقوية جدا ومحترمة محترمة محترمة. صديقك الدكتور أمجد حنة بيقول: أنا قاعد هوا بتفرج على القناة، عايز رقم يطلع كان اتصل بيهم، ما فيش أرقام. أهو قول له اسمك في الكشف، هتلاقي اسمه مش موجود في الكشف، ما حدش لا لا، هيتصل بيه. اسمه مش في الكشف. طيب خلاص، أصل هو اسم الكشف عامله المعزول مع نفسه. لا، أصل الدكتور أمجد محترم ما بيدخلش في كشوف. طبعا ما انا فاهم، لا انا بهزر يعني بضحك، انا فاهم. عارف طبعا الدكتور أمجد راجل زملكاوي محترم جدا وعاشق للزمالك، وامبارح عجبتني جدا اول امبارح المداخله اللي اتكلم فيها وقال لك دي مش حرب على الزمالك يا جماعه، ده احنا بننظف النادي وبنطهر النادي من شخص اساء للزمالك. عجبني جدا جدا جدا.